مالح. فيه جوج معالق ديال الزبده طريه. هادوك هاد المقادير هادوك كيعطوا سته. في ديك اللي في ديال المادلين صغار. كيعطوا سته واللي بغى يزيد يضاعف الكميه. واخا يضاعف المقادير. فيها جوج معالق ديال الزبده طريه على حراره المطبخ. جوج معالق ديال الزيت. جوج معالق ديال الحليب سائل. قرصه ديال الملحه. وجوج معالق ديال الفرماج محكوك. وسته معالق ديال الدقيق. تنخلط كنشوف الطريقه تنخلطوا كل جميع هاد المقادير كلهم وكنديروهم في هذاك المول وكندخلوهم الفران. راه كتجي زوينه. هي طريقه سهله. وفيها خماره وحده حمراء. خماره وحده واخا. خماره وحده. وكيف قلتي لنا هي كيخرجوا تقريبا القياس ديال السته. ياك عندك المول ديال الليمون اللي هما راه فيه سته ديال اي هذاك القوالب تيكون فيهم سته وكاين اللي فيهم ثمانيه ولا بغينا نضعفوا المقادير باش خرجنا كميه مدوبله. نعطيك مسمن على شكل كومير. واخا تفضلي. عامر. نحتاجوا بصله وحده كنشحروها مع ضريس ديال الثومه نحكوك. مع جوج معالق ديال الزيت بلديه. من بعد كنضيفو خزو محكوك والقرعه محكوكه والفلافل الحمراء وخضراء محكوكين وكنزيدو القطع ديال الدجاج ونرشو الملحه والابزار وضامة ديال البنه والتحميره. بعد ما كنشحرو مزيان وكنضيفو القليل ديال الماء فاش كيطيب داك الدجاج حتى كتشرب المرقه. ونضيفو الشعريه الصينيه صافي وكنطفيو عليه وكنخليوه يبرد. مفهوم. ونمشيو دابا للعجينه. العجينه ديال المسمن عاديه فيها نص كيلو ديال الطحين وشو قرصه ديال الملح وكنعجنوها بالماء بارد. كنعجنوها مزيان كتدلك ومن بعد ما كندلكوها كنديروها في بلاستيك غذائي. هاد البلاستيك الغذائي كما كتقلت فيه العجينه كتزيد كتكون مدلوقه مزيان. حتى كتطلق. ومن بعد كنقسموها مكورات وكنديروها مكورات على شكل السمنه. كنديروها مكورات وكنخليهم عاوتاني تلقوا شويه ومن بعد كنسرحوهم. ديك الكويرات كنسرحوها حيت السردلات باش كتجيك ديك المسمنه مورقه خص تكون مسرحه مزيان تكون مطلقه وتكون رقيقه. اي مفهوم. وكنشكلوها على شكل مربع وكنخليوها حتى كلنا كنكملوا دوك الكويرات كلهم كنخليوهم مربع. كنخليوها شويه ثاني كتطلق. من بعد كيطلقوا دوك المربعات كنجيبوا الحشو ديالنا. كنعاودوا ثاني كنسرحوها. كنبسطوهم مزيان كنبسطوهم كنديروا الحشوه. كنديروا الحشوه على شكل فهمتي بحال على شكل طويل. على شكل سيجار. كنديروا الحشوه على شكل سيجار وكنحطوا من فوقها فرماج ساندويش. صافي كنلفوها على شكل سيجار وكنحطوها في الوسط ديال الفرن. هكذاك يعني ملي كنورقوا هذيك الرغيفه مثلا هكا على شكل دائري كيف كنديروا بالطريقه العاديه نديروا الحشوه على شكل حريبل ياك؟ واللوي واليمن واللوي واليسر ونبرموا بحال السيجار. بحال السيجار. يلاه يعطيك الصحه. وكتزينيهم اما بالزيتونه مقطعه هكا كتزينيهم به ما يخليهم عاديين خليهم تزين على حسب الرغبه كل واحد. صافي وكندخلوهم الفرن راه كيجيو زعما مورقين كلهم الا كانوا مخدومين مزيان الا كانوا بالطريقه اللي عطيتينا فعلا. هو تروينا انهم المسمنه تكون مورقه. تبارك الله عليك. هذه مزيان بالنسبه للكوتي هاد الاقتراحات تبارك الله. نعطيك واحد المسمنه كتجي مورقه حتى هي في الطبقات. باتي لي الصور ديالها شفتها. كتجيني بحال طفيها طبقات. غير بغيت دابا المستمعات اللي عندهم الفران ديال الضو ما يفوتوش في هذا القرنفل. واللي عندهم الفران الفران طويل لاطا طويله على حسب الطاوله من 6 حتى ل 9
حنايا دابا ما خاص ما يفوتش حتى في لاطا الكحله، لان الا زادوا من فوق السته واخا كتجي هكاك مورقه ولكن الداخل مبقصه، فهمتي بحال هاش؟ مفهوم؟ فهمتي بحال هاش؟ لا فهمتك فهمتك مفهوم. غير في لاطا الكحله ديال الفرندو ما يفوتش حتى الكرفات باش كتجيها مورقه. فيها في العجينه ديال المسمن عاديه، فيها نص كيلو ديال الطحين وفيها شويه ديال الملحه، وكتعجن بالماء بالماء بارد. حتى هي كنقطعوا هاد كنقطعوا على شكل كويرات صغار وكنخليوها تطلق. هي قد ما كتطلق قد ما كتكون طريه. واخا نخليوها تترخى في ديك العجينه. كنسرحوا الكويره الاولى وكنديروها على المربع على شكل مسمنه عاديه وكنخليوها كنحيدوها. كنعاودو نجيبو الثانيه كنسرحوها مزيان قد ما شرحتي تكون رقيقه كتجيك مورقه الا طابت. اييه كتعاودي تاخدي ديك كدهني بالزبده والزيت، كتهزي ديك المسمنه اللي طويتي كديريها وسط وحده وسط الاخرى. اييه فهمتي؟ اييه مفهومة. هاكا وحده في وسط وحده وحده في وسط وحده حتى كتكملي سته. صافي وكتخليها تطلق وعاد تقرفيها بديك اللاطه وكتدخليها للفران. واللي بغى يدير ليها الحشوه راه نفس غير ديك اللي سرحنا كتعاودي ترشي ديك الحشوه اللي بغيتي ديري. هي راه كتكون اما بالزبده والزيت غير بوحدها كتكون ناشفه، واللي بغاها محشيه بالخضره والكفته باش ما بغى العماره راه كيرش العماره، رغم ما يرش الزيت والزبده كيرش العماره. هكذا يعني ما نكثروش العماره فيها، هذيك الحشوه ما تكونش كثيره بحال غادي نرشو. واخا كترشي العماره كترشي كديري الخضره هكا محكوكه وداكشي والبصله وداكشي كل المهم اللي على حساب العماره اللي بغى الواحد. ولا بغيناها عاديه كنديروا الزيت والزبده. الزيت والزبده وحتى عندو المعده ما كيبغيش الزبده كيدير الزيت البلديه والزيت الزيت الروميه. واخا اييه انا مجرباهم كلهم يعني مزيان. ها يعني مجرباتها بزيت البلديه جات مزيانه. واخا دايره هذيك اللي صيفطت لك راه دايرها بزيت البلديه والزيت الروميه. واخا تبارك الله عليك فكرتي لنا في اقتراحات ديال الكوتي، الله يعطيك الصحه، اقتراحات ساهلين وبساط. نعطيك واحد العصير ساهل واخا نختموا به. تفضلي سعيده، هي نختموا بعصير. عصير ديال الفريز راه كيجي زوين هائل. ايه الفريز باقي. ايه فعلا نستافدوا منه. كديري غلافه ديال الفريز وكديري جوج بنانات وحامضه معصوره والسكر حسب الذوق، وكديري الماء، كديري كلشي في الخلاط وكطحني راه كيجي زوين. اييه طريقه سهله، الله يعطيك الصحه. والفريز كيمشي مزيان مع المذاق ديال البنان، بصراحه كيجي ممتاز. تبارك الله عليك الا سعيده، شكرا لك بزاف على هذه المشاركه ديالك الفعاله وعلى هذه الاقتراحات دائما يعني مميزين وبساط.